اكيد في تحسن في طريقه التعامل مع المصريين في الخارج، لكنه اكيد الدنيا زي ما مش بنقول بالمصري بقى مش 100 فل و10 يعني، لكن اكيد هناك بعض التحديات. ايه اللي شايف ان انتوا محتاجينه اكتر كمصريين في الخارج؟ وهل انت حاسس فعلا ان الدنيا اتغيرت شويه ولا لا لسه بدري؟ بصراحه بصراحه انا شايف من ساعه ما الوزيره نبيله مكرم مسكت وزارة الهجرة ومن ساعة ما الوزارة دي الرئيس عبد الفتاح السيسي رجعها، في فوكس كتير جدا عن شباب برا مصر، ومش بس الشباب، عن كل حد برا مصر. وقبل كده ما كانش فيه النوع ده، كان مصريين في الخارج كتير جدا بتحس انها منعزلة عنهم. ف انا حاسس ان كان في امبروفمنت كتير جدا من ساعه 2013 2014، بس طبعا في كتير ممكن لسه نعمل. ممكن نعمل ان شاء الله مؤتمر تاني بعد ده بعد السنه الجايه، ونكلم المصريين ونعرف ارائهم، ونعمل مثلا جروبس في الخارج، وذر اتس بيكون في مؤتمر لشباب المصريين في الخارج مثلا يعني، فرصه نتوركينج كمان واستراليا في امريكا في كل حته، فان نكمل الانجيجمنت. ليه بقى انت عليك الدور ان شاء الله تشكل فورم او منتدى لشباب المصريين في الخارج في استراليا؟ واي نوت، ليه لا؟ احنا كلنا معاك. We'll support you. محمد خيرت، مؤسس موقع Egyptian Streets، نورتنا. وإحنا معاك كإعلام، بندعمك، تاخد معلوماتك تتأكد منها. وكانت أحلى كلمة أنت قلتها، إن أنت ما بتاخدش الكلام من كل الناس، إنك بتستنى دايما البيانات الرسمية اللي بتطلع من مؤسسات الدولة، وده الصح. دي أول حاجة صح في الإعلام، إنك تكون مهني ودقيق. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا محمد، نورتنا. ان شاء الله تكون المره دي اقامتك مريحه ومفيدة. ان شاء الله اكيد.